أهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية بالعناوين. إذن مشاهدينا، تحذيرات إثر تجاوزات. النظام السياسي يسير بشكل دقيق وبحرص بالغ على تنفيذ البرنامج الحكومي، لكن بعد طرح الموازنة الثلاثية جاءت الاعتراضات من داخل البيت السني حول بعض التفاصيل التي يراد منها استغلال لمصالح حزبية بحسب ما يفسر المراقبين للمشهد السياسي. فانطلق رئيس البرلمان بالتدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية حول تغيير بعض البنود في الموازنة، لكن تمت مواجهة هذه التدخلات برفض سياسي. ومن جانب آخر، يتحرك رئيس البرلمان نحو تشكيل إطار تنسيقي سني على غرار الإطار التنسيقي الشيعي الذي أثير حوله الاستغراب عن الأهداف وراء تشكيل هذا الإطار السني. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وفي مؤشرات إيجابية إلى إمكانية إنهاء الحرب الدائرة في اليمن وتغليب لغة الحوار على الرصاص، تقود سلطنة عمان محادثات بين السعودية وحركة أنصار الله الحوثية في العاصمة صنعاء بغية تسوية الأزمة وتفضيل مسارات الحل السياسي وصولا إلى سلام دائم وشامل. فطبيعة التقدم الحاصل في تنفيذ النقاط المتعلقة بالملف الإنساني والتي نوقشت في اجتماعات سابقة، فضلا عن المتغيرات الجديدة التي طرأت على المنطقة، وكذلك أكسبت هذه الجهود قوة دافعة تحيي آمال البدء فعليا بخطة السلام والمحتمل وضع لمساتها الأخيرة قبل نهاية شهر رمضان المبارك. هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة مشاهدينا، ونرجو أن تبقوا معنا. مهام السلطة التنفيذية والتشريعية لا تسمح بالتمدد على صلاحيات بعضهما البعض، لكن ما أنتجته السلطة التشريعية اليوم بشأن رفض بعض بنود الموازنة وإضافة أخرى أمر خارج مهامها كليا، وبالتالي الرفض السياسي كان واضحا، متهمين رئاسة البرلمان بالسير وراء مصالح شخصية أو فئوية أو حزبية، خصوصا بعد منح نفسه إجازة تم تفسيرها على رغبته بتعطيل تمرير الموازنة. إذن فنتابع التفاصيل مع زميلة نهى الشمري. من جديد، تحديات توضع أمام تمرير الموازنة الاتحادية، فاستقرار المشهد السياسي والمضي نحو إصلاح حقيقي يصطدم باعتراضات سنية بدأت تتعالى إزاء بعض الفقرات في بنود الموازنة العامة. ويرى المراقبون أن اعتراض رئيس البرلمان على أن تكون الموازنة لثلاثة أعوام وراءها أغراض سياسية واستغلال ملفات حساسة بخصوص المناطق المحررة لأهداف حزبية. فرئيس البرلمان يضع نفسه أمام اتهام من قبل المتابعين بتعمد تعطيل إقرار الموازنة بعد أن منح نفسه إجازة لأسبوعين، وبحسب تفاسيرهم أن سياسة لي الأذرع التي يمارسها في حكومة الخدمات لا تغير من إصرار الحكومة حول تقديم الأفضل لمصالح المواطنين، بل ربما تهدد بقاءه على رأس هرم السلطة التشريعية، واصفين تمدد مداخلاتها على حساب صلاحيات السلطة التنفيذية هو خروج عن مهامها الأساسية. فالمعطيات السياسية تشير إلى أن المواجهة الحالية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مواجهة خاسرة، كون البرنامج الحكومي يسير بشكل دقيق وفق ما تم الاتفاق عليه وسط إشادات سياسية وشعبية. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد، المحلل السياسي الأستاذ عباس العرداوي. أهلا بكم سيد عباس، وكذلك الترحيب بالباحث والأكاديمي الدكتور جميل الرماحي. أهلا بكم دكتور. أبدأ معك سيد عباس، هناك من يرى أن الحلبوسي رئيس البرلمان يتجاوز ويتدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية، طيب هل فعلا هناك تجاوز لصلاحيات البرلمان أو رئاسة البرلمان من ضمن واجباتها فعلا التدخل ببعض التفاصيل كسلطة تشريعية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي الكريم وإلى دكتور جميل وإلى متابعيكم ومشاهديكم المحترمين. كل متابع يجد في التصرفات وتحركات رئيس البرلمان الحالية أنها مثيرة للريبة والشك حينما يتم التعامل مع ملفات مهمة وحساسة. قضية الذهاب نحو إعطاء إجازة والوضع الاجتماعي والجماهيري ينتظر
أقرار الموازنة ومناقشتها في هذه التوقيتات الحرجة وفي انقضام الأشهر والأيام. يعني اليوم دخلنا الليلة 12 من نيسان، وبالتالي احنا نتحدث عن ربع السنة ذهب هباء بسبب إفراط مجلس النواب بعدم تحركه وإفراطه بالأجازات وعدم ذهابه لمناقشة الأمور الأساسية. هذه كلها ضغوط سياسية يحاول تمريرها هو تكريسها رئيس البرلمان الذي يتصور أنه يمكن أن تعود له صلاحية كما كانت في حكومة الكاظم السابقة، تلك الحكومة التي جعلت منه يتمدد على السلطة التنفيذية ويذهب باتجاه التدخل بكثير من تحركات الحكومة. لا ننسى أنه قال عدد من الضباط وتحرك بتعيين عدد من الضباط ومدراء عامين وشخصيات وكلاء وزراء وغيرها، وكان يتدخل بالشاردة والواردة حتى في المحافظين وغيرها. هذه كانت فترة فوضى لمدة أكثر من سنتين قادتها حكومة الكاظمي، سببت بنهب المال العام وسببت بالتجاوز على المنصب الأساسي والرئيسي للحكومة العراقية وهو منصب رئيس الحكومة وسلطتها التنفيذية. المشكلة الأساسية أن الحلبوسي لا يعي لحد هذه اللحظة أن حكومة السوداني جادة بإعطاء استحقاقات الكرسي واستحقاقات المنصب بكل ما فيها من قدرة على تنفيذ منهجها وبرنامجها الحكومي، لأن المنهاج والبرنامج الحكومي الذي تم الاتفاق عليه في تحالف إدارة الدولة لا يقتصر على الشخص ولا يقتصر على هذه النقطة تحديدا. والتحالف إذا تسمح لي سيد عباس، يعني الحلبوسي من منصبه وصلاحياته، يعني المنصب فسح له مجال أن يتدخل ببعض النقاط اللي ذكرتها، لو وجوده في تحالف إدارة الدولة فسح له هذا المجال؟ لا أنا أعتقد ليس السببين. أنا كما أؤكد مرة ثانية، السبب الرئيسي هو تمادي في حكومة الكاظم الضعيفة التي جعلت من السلطة التنفيذية سلطة تابعة لرئيس الجمهورية برهم صالح ولرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فكانت تنفذ أوامرهم وتمضي على المسؤولين وحتى على المحافظين، وشهدنا عدد من المشاكل التي كثيرة بشخصيات التعيينات وغيرها. اليوم بوجود سلطة نافذة، سلطة حكومة الأخ السوداني، ووقوفها بشكل جاد من أجل إعطاء المنصب حقه وعدم السماح للسلطة التشريعية بالتمدد على السلطة التنفيذية وطلبها من السلطة التشريعية أن تنشغل بإقرار القوانين وتنفيذها ومناقشة الأساسيات. اليوم التعطيل طيب. الأساس في عملية تعطيل الموازنة تتحمل مسؤولية البرلمان، يتحمل مسؤولية رئيس البرلمان والبرلمان، لأنه يستطيع أن يناقش خلال أسبوعين وينهي هذه المسألة، وبالتالي يسمح للحكومة العراقية بتمرير مشاريعها وتنفيذ برنامجها. هذه كلها طيب. تأتي في إطار محاولات الضغط، حتى محاولات جمع القوى السياسية الآن والتحدث عن تشكيل إطارات أو غيرها، هذه تأتي لا. لحماية الشخص ليس لحماية المشروع، وإلا القوى السنية وقوى لا. هذا موضوع مهم، نقطة مهمة أرجع لك بتفاصيلها سيد عباس. أرحب بك مرة أخرى دكتور جميل. رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كيف سمح بتمرير القراءة الأولى لمشروع الموازنة؟ هل فعلا تمت هذه القراءة رغما عنه؟ هل فعلا بددت أحلامه بتعطيلها؟ تحية طيبة لك والسيد عباس والأخوة المشاهدين، حياكم الله. واقعا السيد الحلبوسي يحاول أن يلوي ذراع الإطار، يعني نتيجة وجوده في يعني إدارة الدولة ونتيجة تسلطه على البرلمان العراقي منذ يعني الانتخاب الأخير الذي رفع السيد الحلبوسي لأن يكون رئيسا للبرلمان حقيقة بغير استحقاق يذكر، يعني كما تحدث الكثيرون في هذا الموضوع. السيد الحلبوسي كان يتوقع أن عملية النصاب معتمدة تماما على وجوده ووجود من يدعمه من الكتلة التي يمثلها في البرلمان، لكن بعد صدور قرار أممي بإيقاف تصدير النفط من عن طريق كردستان إلى عن طريق تركيا، حقيقة هذا الموضوع أتى بالكتلة الكردية بالاتفاق مع الإطار التنسيقي، غير المشهد السياسي باتجاه آخر. إذ كان يعني يتوقع السيد الحلبوسي أن انسحابه من البرلمان سينسحب معه الأخوة الكرد، كما كان لديهم اتفاق مسبق قبل أن يأتوا مع الإطار في تشكيل البرلمان الأخير والحكومة السيد السوداني. لذلك لم تنجح مساعي السيد
الحلبوسي بهذا الاتجاه. مررت الحقيقة قراءة الموازنة مررت رغم أنف يعني السيد الحلبوسي، لأن هنالك نصاب سيتم سواء بوجوده أو انسحابه، يعني انسحاب مجموعة السيد الحلبوسي أو وجودهم داخل البرلمان سيكون النصاب كافيا للقراءة الأولى للموازنة، ولذلك انخرط في قراءة الموازنة ولم يعترض يعني بشكل كبير، بل يعني حاول أن يدعم هذا ليظهر إلى الأخوة في الإطار التنسيقي وللقوى السياسية الأخرى أنه مع قراءة الموازنة، ولا أراها أنها مخادعة حتى للشعب العراقي أنه يرضى على قراءة الموازنة مرة يعني مرة ومرة أخرى، وإلى أن يتم التصويت عليها النهائي في القراءة الثالثة تقريبا. لكن واقعا من تحت الطاولة هنالك اعتراضات كبيرة، يحاول السيد الحلبوسي إيقاف الموازنة ولي الأذرع لي ذراع يعني الإطار التنسيقي والقوى السياسية تحت قبة البرلمان. طيب دكتور، مع اشتداد هذه الخلافات ممكن أن تهدد وجود تحالف إدارة الدولة والتوافق الكبير ما بين أطراف المكونة لهذا التحالف؟ يعني لن يتهدد هذا الكيان حاليا، لأنه الحكومة خلص يعني الحكومة قائمة اليوم، والحكومة تطلع بمهامها بمهام إدارة الدولة بشكل كامل. اليوم العملية عملية تشريع قوانين تحت قبة البرلمان، يعني معظم القوانين الرئيسة قد شرعت فعليا، يعني قد قرأت يعني في قبل شهر أو شهرين، بقيت قضية الموازنة فقط. حتى لو اضطرت يعني هذا الائتلاف اضطر إلى أن يذهب إلى أن تذهب الموازنة إلى 12+1، يعني موازنة تكميلية، فلن يؤثر شيئا في الأداء الحكومي حقيقة. قد يكون هنالك بعض التأثيرات الطفيفة والبسيطة، لكن السيد السوداني عازم على الأداء الحكومي بما قرر وما قدم أوراقه وقراءاته الأولى. لذلك نرى أن الحكومة سائرة في تنفيذ خطوات بثبات كامل، لن يؤثر الموقف السياسي سواء للسيد الحلبوسي أو القوى الأخرى أن تثني السيد السوداني عن أن يقدم الخطوات التي وعد الشعب بها. طيب دكتور، دائما الخلافات تصير حول الموازنة ما بين حكومة المركز وحكومة إقليم كردستان، أعتقد السيد السوداني حل هذه الخلافات في هذه الموازنة الثلاثية، شلون تحول هذا الخلاف ما بين المركز والقوى السنية؟ يعني أنا سمعت تصريح يعني أحد قادة الإقليم حقيقة، قال إحنا نتأمل خيرا في السوداني، وعند جلساتنا مع السوداني السيد السوداني كان توجهه ليس انتقاميا بل فعليا لحلحلة الأمور. يعني هكذا تصريح يعني يصدر من الأخوة الكرد حقيقة له مضامين بعيدة المدى، لأن كل تصريحاتهم السابقة مع الحكومات السابقة يعتقدون أن رؤساء الحكومة أو الحكومات التي تدير البلد تتعامل معهم بطريقة انتهازية أو انتقامية من الأخوة الكرد. لذلك أعتقد أن المكون الكردي هذه المرة قد وضع ثقته بالسوداني، ناهيك عن الزيارات المكوكية التي حدثت بين الأخوة الكرد والمركز والكثير من الأخوة السياسيين، قد وضعت حلولا مشروطة وحلولا يعني ناجعة فعليا لحلحلة الأزمة، ولذلك توصل يعني الحل إلى أن تكون نسبة الميزانية المطروحة للأخوة الكرد هي 12%، وبالتالي يعني سيكون مبلغ جيد. طيب، أن تدار به الإقليم بهذه الطريقة. أرجع لك سيد عباس إلى موضوع دعوة الحلبوسي لتشكيل إطار تنسيقي سني، هل هو لمواجهة الإطار التنسيقي الشيعي؟ لا، بالعكس، هو لمواجهة التحرك السني لتقييد حركته. الحلبوسي يظن أن استطاع أن يتزعم المكون السني، وبالتالي دخل بمشاكل كبيرة، وهذه المشاكل كانت في أيام الانتخابات وما بعدها، وكنا نتذكر موضوع مشكلته مع العزم وغيرها وتداعيات هذا الموضوع. وفي المكون السني الحلبوسي تدحرج كثيرا تجاه بعض المشاكل من الكرابلة إلى غيرهم. موضوع المشاكل ومحاولة الاستبداد بالرأي هي هذه المشكلة الكبرى، فلهذا يريد يواجه فيها تحالف الأنبار الذي نضج بشكل قوي وكبير وبرزت به شيوخ عشائر وشخصيات وأكاديميين، ويريد أن يتحرك في هذا الاتجاه. حينما واجهته حكومة السوداني في أن يتم في موضوع الموازنة وموضوع التصويت عليها لثلاث سنوات، وبدأ اعتراضه على هذا الموضوع وتم رفض الاعتراض منه باعتبار أنه ينشغل بالسلطة التشريعية عليها، لا يتدخل بالسلطة التنفيذية، حاول أن يكرس حالة التعطيل. حينما طلب بالأجازة وجد كما ذكر الأخ الدكتور، وجد أن الموضوع يستطيع أن يمر ب50+1 من خلال بقية الأخوة النواب،
لهذا عاد مستدركا، اراد مره اخرى ان يجمع القوى السنيه، لكنه ادركت الكل يعرف انه قضيه اشخاص ويريد ان يتحرك بهم الى هذه الفتره. لهذا جاءت الاشارات مباشره قبل هذا اللقاء اللي كان مفترض يكون يوم غد لاعلان الاطار التنسيقي السني، لهذا جاءت الاشارات محبطه بالنسبه للحلبوسي من بعض الاطراف السنيه. كثير من الأطراف السنية ذات التجربة السياسية لا تريد أن تذهب باتجاه شاب يعني يوصف بكثير من الأوصاف على ألسن كثير من شخصياتهم، راجع تصريحات مشعان، تصريحات أبو مازن، تصريحات محافظة الموصل، غيرها، نوابهم، نواب محافظة ديالى، حديث واضح جدا أنه هذا الشاب يحاول أن يتمركز بالموقف السني ويصدر نفسه بشكل كامل ويمنع أي شخصية سنية من التحرك، وبالتالي هذا غير نتعودنا أنه المشهد السني دائما تصدر أكثر من شخصيات وتبرز لنا أكثر من شخصية بإدارة المشهد والتعامل والتعاطي معها. هو يريد إقصاء الجميع، ولأنه أصغرهم سنا بالتأكيد هذا الموضوع جعل في حالة حرج كبير. ومثل ما ذكرت تحالف الأنبار سحب البساط بشكل كبير في محافظة الأنبار من بين يديه. كذلك لا ننسى أن الموضوع أيضا يتزامن مع تحركات هيئة النزاهة لمتابعة موضوع الأراضي والتجاوز عليها وموضوع ملفات الفساد الموجودة في محافظة الأنبار. هذا الموضوع الملف الكبير جدا الذي بدأ يأخذ مسارات قانونية وقد يطيح بكثير من الشخصيات. اليوم استدعى لي عدد كبير من الشخصيات وقد تصل إلى المحافظ وغير المحافظ وشخصيات قيادية في تقدم، بالتالي أيضا هذا أيضا محاولة لتحصين وضعه والتمترس خلف الأزمة السياسية بدلا من كشف الحقيقة الفساد المالي الموجود في محافظة الأنبار. أعود لك دكتور جميل، فعلا هناك جدية من الأطراف السنية الأخرى لاستبدال الحلبوسي، والموضوع يعني دعوات كثيرة لاستبدال الحلبوسي من الجبهة السنية وحتى التقاها مع دعوات من أطراف أخرى، وصل الحال إلى طرح أسماء بديلة كخالد العبيدي مثلا. واقعا القوى السنية الأخرى ممتعضة جدا من حراك يعني السيد الحلبوسي، لأنه يرون يعني وأنا متابع جيد لصفحاتهم وتصاريحهم الرسمية حقيقة، يرون أن السيد الحلبوسي يتصرف بدكتاتورية في يعني مع المكون السني، ويحاول أن يصدر نفسه أنه الممثل الأوحد للمكون السني، والقضية غير ذلك تماما. يعني السيد الحلبوسي مرتبط بمصالح شخصية ومصالح اقتصادية كبيرة، وحتى ذهب البعض من القوى الأخرى يعني لعدم ثقتهم بالسيد الحلبوسي، أنه يعني قال في بيان رسمي قبل أيام أنه يجب أن يحاسب السيد الحلبوسي ويسأل من أين لك هذا، إذ نعرفه يعني أبناء محافظته أنه السيد الحلبوسي كان موظفا بسيطا في شركة اليوم يمتلك المليارات، وهنالك عقود وشركات كبيرة يعني يعود ريعها للسيد الحلبوسي. لذلك هذا الموضوع حقيقة هز الثقة بين المكونات السنية وبين السيد الحلبوسي. معظم المكونات التي يحاول أن يجمعها السيد الحلبوسي في تشكيل إطار سني حقيقة هي أصلا لا ترغب بوجوده في هذا الإطار، لكن ممكن أن تجمعهم يعني الوعود السياسية أو المصلحة الوقتية، لكنه وإن تشكل هذا الإطار لن يدوم أكثر من شهرين أو ثلاث، وإن تشكل وبالحقيقة لن يتشكل حقيقة، لأنه هنالك تقاطع كبير في الرؤى وفي المصالح سواء كان على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي. طيب بالتالي شلون راح يقدر الحبوس يتعامل مع تصاعد حدة الاحتجاجات ضده من مكون سني وغير سني؟ يعني أنا أعتقد أنه الحلبوسي سيحاول الحفاظ على موقعه كرئيسا للبرلمان، رغم أنه الكثير من الأخوة أعضاء البرلمان يرفضون وجود الحلبوسي على رأس البرلمان، لأنه يتحكم بحقيقة الرئاسات اللجان الموجودة ويضع مزاجه في عملية ترئيس أشخاص دون أخرى، بل وصل الحل إلى أن يخرج بعض الأخوة النواب من لجان ويذهب بهم إلى لجان بعيدا عن اختصاصهم بقضية اختلاف مزاجي أو شخصي، كما حدث مع السيد هادي السلامي عندما نقله إلى حقيقة إلى مكان يعني لا يشبه اختصاص السيد هادي السلامي. هذه العملية يحاول السيد الحلبوسي أن يحافظ على مكانه على أقل تقدير، لأنه حقيقة الدعوات إلى أن يعني يسحب المنصب منه كبيرة جدا سواء كانت من المكون السني أو تحت قبة البرلمان. سيد الكريم،
نعم. طيب سيد عباس، يعني وثيقة الاتفاق السياسي المسبقة كما يصدر عنها من إشارات ومؤشرات أنها تطبق بالتوالي وعلى التوازي، لكن ما سر محاولة تصدير ملفات المغيبين وقانون العفو العام إلى الواجهة وربطها بملفات سيادية؟ شوف سيدي الكريم، انت ذكرت عن وجود بديل للحلبوسة القوسنية السيد خالد العبيدي. نعم. القوسنية تتحدث عن 5 شخصيات وتقعد جلسات مع بعض والإطار وتتحرك بشكل جدي لموضوع الاستبداد. يعني الموضوع في أصله هو موضوع وقت ليس إلا، وبعض 3 من الأطراف قد اتفقت يعني مع بعض الشخصيات من أجل أن تجمع البيت السني في تصويته. ويذهب التصويت إلى 1 من 5 وبالتالي يتم عملية الاستبدال. عملية تصدير بعض المشاهد والمواقف السياسية المتراكمة والمتأزمة والتي تأخذ البعد السياسي وليس البعد الواقعي مثل ملف المغيبين وغيرها، هي ملفات نفسها الشخصيات الآن التي تتحدث بها لو تعيد الذاكرة وترجع في بعض التصريحات تجدها نافية. نفس السيد الحلبوسي يتحدث في لقاءات صريحة وسابقا حينما كان معارضا للسياسية اليوم المطالبة، هو يتحدث بصراحة أنه لا وجود للمغيبين في الأصل. الحكومة العراقية وحتى الإطار طالب في أن تكون هنالك أسماء وجرودات، الكل يعرف وزير الدفاع السابق سيد جمعة عناد وشخصيات أمنية وسياسية تتحدث عن أنه أغلب الدواعش هم من العراقيين ومن أبناء تلك المناطق. بالتالي هنالك حاجة لمعرفة هذه الأسماء وتضمينها ضمن قاعدة بيانات للدواعش، ويتم ثم بعد الحديث عن المغيبين، لأنه بعض المغيبين الذين يتحدثون عنهم هم فجر نفسه في العراق أو في سوريا، وبالتالي أنت تتحدث عن إرهابي. فضلا عن وجود مغيبين آخرين لا يتم التحدث عنهم، مغيبين الأخوة في الإيزيديين، مغيبين سجناء بادوش، 400 امرأة تركمانية شيعية تم قتلها وحرقها وغيبت بشكل، مغيبين سجن بادوش الذين كانوا محكومين في كل العراق، مغيبين القوات الأمنية والعسكرية في الصقلاوية وفي غيرها. احنا نتحدث عن آلاف الشخصيات والمنتسبين هم تم ضياع جثثهم، وعدد كبير منهم كانت في مقابر جماعية وغيرها. فبالتالي هذا الملف هو ملف يعني دائما يثار، وللأمانة أنا متأكد من هذه المعلومة، كثير من الشخصيات السنية تتحدث هذا الملف وهي ترسل رسائلها للطرف الشيعي أنه هذا الملف هو لكسب الجمهور السني ليس إلا، فتحملوا منا هذه التصريحات، فهي تصريحات للتسويق والتجمهر الانتخابي ليس إلا. والذي يتحدث عن مغيبين خلي يتحدث له عن أحياء موجودين في مخيم الهول وغيره ونازحين وعدم عودة إلى مناطقهم وحفظاتهم، خلي يتحدث له عن أكثر من 3000-4000 طفل بدون أب، وبالتالي هذه مشكلة مستقبلية راح تكون في تلك المناطق. خلي تحدث لي على حمام العليل ومشكلة الأبناء الدواعش اللي بدأوا يعني عمرهم يكبر وبالتالي يبدأ تأثيرهم على الواقع. احنا نتحدث عن أكثر من 7 سنوات على أطفال عمرهم 7 سنوات إذا اليوم عمرهم من 14 سنة لا أكثر، وهذا يشكل ضغطا أمنيا على تلك المحافظات. حدث لي عن رفع الأنقاض وغيرها في كثير من المناطق وعودتها وغيرها. الموضوع فيه كثير من الحيثيات وفيه كثير من الإشكاليات. أنا أقطع أن الموضوع هو للدعاية الانتخابية، وغالبا ما يكون بالاتفاق ما بين القوى السياسية، ولهذا لا تجد له ردة فعل قوية، تجد على الأغلب ردة الفعل شعبية تجاهها، لأنها تعرف القوى السياسية أن هذه رسائل هي من القوى السياسية الأخرى من أجل إبقاء ديمومة التعاطي والتواصل مع جمهورهم ليس إلا. الشكر جزيل لكم المحلل السياسي الأستاذ عباس العرداوي، كنت ضيفا كريما، وشكر جزيل لكم الباحث والأكاديمي الدكتور جميل الرماحي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. وساطة عمانية بين السعودية وحركة أنصار الله الحوثية تحيي أمال إنهاء الحرب الدائرة في اليمن وتدعم مسارات الحل السياسي.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بالضيف بالصوت والصورة من بغداد، ضيفنا الكريم أستاذ العلوم السياسية جامعة بغداد دكتور طارق الزبيدي. أهلا بكم دكتور، وكذلك الترحيب بالناشط السياسي اليمني السيد هيثم المتوكل، ينضم مباشرة عبر سكايب من هولندا. أهلا بكم سيد هيثم. أبدأ معك دكتور طارق، ما مدى أهمية السلام بالنسبة للطرفين للسعودية ولليمن في هذا الوقت تحديدا وللمنطقة بشكل عام؟ مرحبا، أهلا وسهلا بحضرتك وضيفك الكريم والمشاهدون الأكارم. في حقيقة الأمر موضوع إنهاء الأزمات في منطقة الشرق الأوسط مسألة في غاية الأهمية، باعتبار أن هذه الشعوب عانت من مشاكل كثيرة، وأدركت الحكومات أيضا أن الحرب لا طائل منها، لذلك لابد من الجلوس إلى طاولة الحوار. فضلا عن ذلك، نعتقد أن الأزمة اليمنية هي تختلف عن جميع الأزمات باعتبار أن ضحاياها الكثير من المدنيين على مستوى القتلى والجرحى، باعتبار هناك استهداف وهناك قصف من قبل السعودية تجاه اليمن، وحرب طالت فترة طويلة 8 سنوات. هذه الحرب قد أنهكت البنى التحتية لليمن، ولذلك أعتقد أن الجهود العمانية لحل هذه الأزمة هي جهود متميزة، وهي لا. ليست غريبة على عمان. عمان نجدها دائما وحاضرة في كل أزمة لكي تعمل بالوساطة، ومنذ بداية الحرب العراقية الإيرانية عمان كان لديها يعني نشاط كبير في الوساطة والمساعي الحميدة. لكن تسمح لي قاطعك دكتور، هل كانت عمان دائما تتحرك دور وسيطة من نفسها دون توجيه من قوى كبرى مثلا أو تحالفات؟ أعتقد أن عمان سياستها الخارجية سياسة واضحة، سياسة متزنة، سياسة تتصف بالحياد، وهي ليست غريبة على هذه السياسة، وسياسة مبنية على أساس يعني منذ الملك قابوس، وابتداء يعني كان قد وضع سياسة واضحة هي سياسة النائي بالنفس عن جميع الأزمات الموجودة. وكذلك الحال نجد أن عمان لم تدخل في أي تحالف من التحالفات الموجودة في المنطقة، ولم يعني تنصر دولة تجاه دولة أخرى، بل العكس من ذلك. وسبب حيادية هذه الدولة جعلتها مقبولة من قبل جميع الأطراف، بمعنى أن حتى موضوع الأزمة اليمنية عمان كانت عنصر أو دولة مرحب بها للوساطة من قبل اليمن ومن قبل السعودية في آن واحد، وهذا يدل على شيء، يدل على أن هذه الدولة كانت مساعيها مساعية ممتازة. أعتقد أن عملية حل هذه الأزمات سوف يلقي بظلالة على شعوب المنطقة بشكل عام، ليس فقط على الشعب اليمني والشعب السعودي. ونتمنى أن يتم حل أزمات أخرى متتالية، لا سيما وأن الأزمات في منطقة الشرق الأوسط كثيرة ومعقدة. نرجع لهذه الأزمات نفصلها واحدة واحدة دكتور، لكن نرحب مرة أخرى بكم سيد هيثم. سيد هيثم، التعاطي الإيجابي في عدد من الملفات الإنسانية من كلا الطرفين كتبادل الأسرى اللي هو يمكن أهمها، هل هو المحرك الأساس لهذه اللقاءات التي جمعت الوفدين السعودي واليمني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولضيفكم العزيز والجمهور قناتكم. في الحقيقة أن هذه المفاوضات هي أتت بعد الخوض في الكثير من الجولات، وبعد قيام الإخوان في سلطنة عمان مشكورين بإيصال وجهات الرأي وتقريب وجهات الرأي في المراحل السابقة. النقاط قد تم وضعها، وقد تم وضع الآلية، انسحاب القوات الأجنبية، رفع الحصار بشكل كامل، إيقاف الحرب، وبعد ذلك يكون هنالك تسوية سياسية. نحن متأملون ومستبشرون، ولكن يعني لا نتأمل كثيرا، لأنه السعودية على مر التاريخ من عام 1938 قد نقضت الكثير من الاتفاقيات، منها اتفاقية الطائف وغيرها من الاتفاقيات التي أجريت مع الجانب اليمني. وبالتالي نحن نؤيد ونشكر المساعي العمانية التي من بداية هذا العدوان على أبناء الشعب اليمني كانت ساعية لإحلال السلام، وتسعى لإحلال السلام بطريقة أو بأخرى.
بالتالي التعاطي الإيجابي لكل هذه القضايا وبالتحديد الملف الإنساني الذي هو يعد ضرورة قصوى، ويعني وهو الملف الأول الذي في حسبان أنصار الله للقيام فصله. هذا الملف إذا تم فصله وتم التعاطي بجدية من قبل السعودية، والسعودية قامت بفصل هذا الملف، ويعتبر إنجاز كبير وإحلال للسلام ليس فقط مثل ما تكرم الدكتور فقط في المنطقة، وإنما على مستوى نعم. طيب اليمن اليوم بحاجة إلى سلام شامل جامع. طيب المحادثات التي جرت هل شملت إيجاد حل لأسباب الحرب الأساسية بين الطرفين؟ سيدي الكريم، الأسباب الأساسية لهذا الحرب هي واشنطن السعودية ودول التحالف، هي كانت تنتهج السياسات الأمريكية. لماذا أنا تكلمت أنه لا يمكن أن نتفائل إلى درجة كبرى؟ لأن السعودية هي تنتهج والآمر والناهي لهذا الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية. لا ندري هل أعطت الولايات المتحدة الأمريكية ضوء أخضر للسعودية، أو أن السعودية لديها الشجاعة الكافية ولديها القدرة الكافية لاتخاذ هذه القرارات وإيقاف الحرب وعدم رسم أمنها الداخلي على حساب الأمن الدول الأخرى. أعود لك دكتور طارق، اتفاق الرياض وطهران هل كان قد وفر الأرضية المناسبة لإيجاد هذا الاتفاق والمباحثات السعودية اليمنية؟ نعم، حقيقة لولا الاتفاق السعودي الإيراني والتقارب في وجهات النظر لما تم التوافق وإيجاد حل للأزمة اليمنية. أعتقد أن التقارب السعودي الإيراني سوف يساهم في تقريب وجهات النظر في اليمن، وأعتقد أيضا سوف يساهم في إيجاد حلول للأزمة اللبنانية، وسوف يجد حلول أيضا للأزمة السورية، باعتبار أن التقارب بين هاتان الدولتان اللتان يمثلان قطبان مهمان في المنطقة، السعودية وإيران، دولتان لا يمكن لأي يعني أي متابع أن يتجاوز دورهم في المنطقة، وأدوارهم واضحة. ولكن ما نتخوف منه أنه هل يستمر هذا التوافق ما بين السعودية وإيران في ظل وجود فاعل دولي يعمل على إعاقة أي تفاهمات. الفاعل الدولي وسمو الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في أي تفاهمات ما بين السعودية وإيران، كذلك الفاعل الإقليمي أيضا ليس الجميع يرغب في تقريب وجهات النظر. وأعتقد أن إيجاد الحلول لهذه المشاكل الكثيرة وبعضها هي أزمات ومعضلات كانت لمدة طويلة لم يجد لها أي حل، ولذلك نعتقد أن عملية التقارب هي ترتبط إلى حد كبير بهذا التفاهم. صحيح أن هذا التفاهم يبشر بالخير لا سيما وأن الضامن هي دولة كبرى كالصين باعتبار أنها ضامنة لهذا الاتفاق وبنود هذا الاتفاق، ولكن نحن دائما نقول أن المشكلة ليس في الاتفاقات ما بين الدول، وإنما المشكلة الحقيقية عندما ننتقل من العموميات إلى التفاصيل. بعد الانتقال في تفاصيل الاتفاق والدخول في بعض الأمور التي هي محط خلاف ما بين الرؤيتين السعودية والإيرانية، السعودية وإيران مع الأسف لفترات طويلة هي تمر بمرحلة صراع. صحيح صراع هو ليس واضح وصراع خفي، ولكن هو أشبه بالحرب الباردة ما بين الدولتين، وكل دولة تحاول أن يعني تحاول أن تدافع عن مصالحها بالطريقة التي ترسمها بغض النظر عن مصالح الجميع. نعم. طيب أعود لك سيد هيثم، اللاعب الدولي أستاذ هيثم بعدما أثر سلبا طيلة السنوات الماضية وخلق أسباب الحرب ودعم الحرب على اليمن، هل تعولون عليه اليوم لإنجاح مبادرة السلام هذا؟ سيد الكريم، الشعب يعول على حقه المشروع وهو الحق حقه الدفاع عن الأراضي اليمنية، وبالتالي الشعب اليمني لم يعد يعول على قوة الدفاع وهي التي فرضت نفسها. القوة هي من أوصلت اليوم دول التحالف للبحث عن حل شامل، وعندما نتكلم اليوم عن الاتفاق الإيراني والسعودي هي كان هذا الاتفاق هو كان نتيجة لما
قامت به دول التحالف من حرب وعدوان ومن صبر وثبات أبناء الشعب اليمني ضد هذا التحالف، وبالتالي كان هذا الاتفاق هو نتيجة الحرب التي دامت لمدة 9 سنوات، لا نختلف مهما كان شكل هذه الحرب، هي كانت 8 سنوات، ومثلما يعني الآن نحن لسنا لا في هدنة ولا في حالة حرب، وبالتالي نحن في حالة عدوان على الشعب اليمني. الشعب اليمني اليوم يعول على حكومة صنعاء وعلى قوات اللجان الشعبية والجيش اليمني، هي لا. التي استطاعت أن تأخذ حقوق أبناء الشعب اليمني وتأخذ كل ما يريده أبناء الشعب اليمني وكل ما يطرح عليها أبناء الشعب اليمني بفرض قوتهم وفرض مكانتهم في المنطقة. طيب دكتور طارق، برأيك دور الأمريكي، هل ستعكر واشنطن صفو جهود السلام الجارية حاليا ويبدو بنجاح ما بين الرياض وصنعاء؟ لغاية الآن لا توجد هناك أي تدخلات واضحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع الاتفاق السعودي الإيراني أو الاتفاق اليمني السعودي، ولكن المستقبل أكيد سوف يكون فيه الكثير من المتغيرات. نحن نقول في إطار هذا الاتفاق نحن في بداية المسير، باعتبار أن عملية الاتفاق ما بين الابتداء ما بين اليمن والسعودية فيما يتعلق بالنقاط الرئيسية يفترض أن لا تتوقف على موضوع وقف إطلاق النار وموضوع تبادل الأسرة، يفترض أن تنطلق يعني الإجراءات والتفاهمات إلى أبعد من ذلك، بحيث يستطيع الطرفان أن يبنيان علاقات استراتيجية باعتبارهما جاران، ودول الجوار لديها مصالح تختلف عن الدول الأخرى المتباعدة، وبالتالي عملية الاستقرار وإيجاد نوع من التفاهمات والانتقال إلى مساعدة اليمن باعتبار اليمن تضررت كثيرا 8 سنوات من الحرب، تحتاج إلى يعني بنى تحتية، تحتاج إلى يعني جهود دول أخرى ليس فقط السعودية، يفترض بجميع الدول العربية والإسلامية أن تساعد اليمن بعد انتهاء الحرب. فضلا عن ذلك نعتقد أن هناك جهود أخرى هي أكثر صعوبة المتعلقة بالمصالحة اليمنية اليمنية في الداخل، لأن من غير المعقول أن فقط ننتقل بموضوع المصالحة على مستوى السعودية واليمن، نحتاج إلى مصالحة أخرى تتعلق مناطق جنوب اليمن مع شمال اليمن. فضلا عن ذلك نعتقد أن هناك مشاكل كثيرة معقدة تتعلق بالثارات المتعلقة يعني المشاكل العشائرية والنزاعات، فضلا عن ذلك هناك مشاكل تتعلق بموقف بعض الأشخاص المطلوبين للقضاء والقانون، مشاكل كثيرة تحتاج إلى جهود أكثر من الجهود الحالية. نعم. طيب سيد هيثم، ما مدى إمكانية تنفيذ مطالب الحوثيين التي يمكن اختزالها بوقف العدوان، وقف الحصار بشكل كامل، صرف مرتبات جميع الموظفين وخروج القوات الأجنبية والتعويضات وإعادة الإعمار، ما مدى إمكانية تنفيذ هذه المطالب؟ سيد الكريم، أنصر الله منذ بداية هذا الحرب وبداية هذا العدوان على الشعب اليمني قد وضعوا خارطة كاملة للسلام الشامل وليس السلام المحدود. هذا السلام الشامل الذي يكمن في خروج القوات الأجنبية، في رفع الحصار بشكل كامل ورفع وخروج القوات الأجنبية وإيقاف الحرب بشكل نهائي، ولكن لا زال المشهد الداخلي معقد، مثل ما تكرم الأستاذ الدكتور أن المشهد الداخلي معقد غير المشهد الخارجي. عندما نتكلم اليوم عن اتفاقيات بين السعودية وبين دول التحالف وصنعاء، ولكن لا زال هنالك تصارع كبير في داخل المرتزقة الذي موجودين في جنوب اليمن وفي مأرب وفي غيرها من المحافظات. اليوم السعودية والدول التحالف استطاعت أن تخلق وتزرع ميليشيا، هذه الميليشيا اليوم هي السعودية تغذي والإمارات تغذي صراعات داخلية داخل اليمن. إذا كان هنالك اتفاق وخارجي، عندما نتكلم اليوم عن الانتقالي يطالب بالدولة الليبرالية ويطالب الانفصال والمناطق التي يسيطر عليها شرعية كذلك، فلا زال المشهد لا زال معقد داخل في الشأن الداخلي اليمني، وبالتالي يجب أن يكون هنالك مساعي حثيثة وأن يكون هنالك جدية في التنفيذ. طيب إذا تسمح لي سيد هيثم، المطالب التي طرحتها حكيم أنصار الله وهي المطالب المشروعة.
طيب سيد هيثم، التصور السعودي لجهود السلام يقوم على ثلاثة ركائز مهمة، هي هدنة لمدة 6 أشهر لبناء الثقة، ثم الذهاب إلى فترة 3 أشهر من أجل المفاوضات حول حكومة أو إدارة انتقالية تستمر لمدة 2 سنين. بالنسبة للجانب الحوثي، هل يقبل بهذا التصور السعودي أم له رأي آخر؟ سيد الكريم، حكومة صنعاء هي طبقت ولا زالت إلى حتى الآن قامت بتهدئة النبرة الإعلامي والانتصارات الإعلامية، وأوقفت الكثير من الجبهات في الداخل اليمني. في المقابل السعودية تقوم بعمل خروجات هنا وهنالك، وتقوم مثل ما تكلمت أنها تقوم بإمداد وتموين الصراعات الداخلية. أنا أتأمل بأن يكون هنالك اتفاقات وأن يكون هنالك تمديد لهدنة قريبة، ولكن لا أتأمل على المستوى البعيد، لأنه طالما والسعودية لا زالت لا تقوم بالضغط على أدواتها والأمم المتحدة لا تقوم بالضغط على أدواتها في آخر المفاوضات، وهي اعتذر الجانب الشرعي اعتذر من تنفيذ الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها في الفترة الأخيرة، وقام بالاعتذار وتطويل مدة التنفيذ لمدة 3 أيام، ونحن الآن ننتظر ماذا سيقوم به الأمم المتحدة وماذا سيقوم به المجتمع الدولي في الضغط على هذه القوى لتنفيذ الاتفاقات. حكومة صنعاء تنفذ وتقوم بتنفيذ كل اتفاقيات وتعمل بمبدأ فإن جنحوا للسلم تجنح لها، وبالتالي الطرف الآخر هو يحاول يعني إعاقة السلام في اليمن، لأن هذه الفصائل وهذه المكونات هي من مصلحتها إدامة مدى الحرب، لأنها مستفيدة من هذه الحرب اليوم. هذه الفصائل وهذه المكونات اللي هي شرعية والمكونات اللي في جنوب اليمن لا تعرف ما هي مصيرها المجهول، ولا تعرف ما هي الاتفاقيات التي تدور بين السعودية وبين حكومة صنعاء. السعودية هي اليوم هي من ترعى هذه الفصائل وترعى هذه المكونات، ولكن لا تقوم بوضعهم في الصورة عن أي اتفاق أو أي ما يحصل، وإنما تقوم بوضعهم أنه تم الاتفاق على كذا وكذا ويتم التنفيذ. ولكن هل سيكون لدول التحالف رغبة كاملة لتنفيذ هذه الاتفاقية؟ وهل سيكون لهذه الاتفاقية تنفيذ على الساعات القادمة وعلى الأيام القادمة؟ سنرى ذلك وستوضحه الأيام المقبلة والساعات القادمة. طيب، سؤال أخير لكم دكتور طارق، أزمات المنطقة الأخرى هل تتفائل أنها ستكون في طريقها إلى الحل؟ سوريا، لبنان، العراق أحيانا؟ حقيقة الأمر بالرغم من التفاؤل الكبير لهكذا اتفاقات، باعتبار أن الاتفاق اليمني السعودي هو ليس مصلحة يمنية أو مصلحة سعودية، أعتقد هي مصلحة مشتركة سوف تحقق إيجابيات لجميع شعوب المنطقة، وبالتالي عملية نجاح هذه الوساطة وديمومتها واستمرارها سوف يفضي إلى وجود وساطات أخرى، لا سيما وأن الشعب اليمني اللبناني أيضا يعاني من مشاكل اقتصادية ومشاكل سياسية، لغاية الآن لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية، ولغاية الآن أكو مشاكل فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وغيرها من المشاكل، فضلا عن ذلك هناك أزمة في مناطق شمال سوريا. أعتقد أن المنطقة ملتهبة فيها مشاكل وصراعات، الفاعل الدولي على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تستثمر هذه الأزمات لغرض وجودها وتواجدها في المنطقة، وبالتالي إذا ما استطاعت دول المنطقة أن تتفاهم فيما بينها لوجود وجود مشتركات وقواسم لغرض حل هذه المشكلة، سوف تساهم مساهمة واضحة لغرض تخفيف مبررات وجود الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دول أخرى في المنطقة. الشكر جزيل لكم أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد دكتور طارق الزبيدي، كنت ضيفا كريما، والشكر لكم الناشط السياسي اليمني السيد هيثم المتوكل، كان معنا مباشرة عبر سكايب من هولندا. شكرا لكم سيد هيثم، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.